الموبايل اللي هنتكلم عنه النهاردة هو موبايل صاحب ضجة كبيرة قوي الفترة الأخيرة، وهو الأوبو رينو 3 برو. الموبايل ده ناس كتير بتتكلم عنه على النت، ولكن احنا بقى النهاردة مش هنتكلم عن المواصفات بتاعة الجهاز ولا الحاجات المميزات اللي بيجي بيها الجهاز، ولكن هنتكلم عن العيوب اللي خلت الموبايل ده صاحب ضجة كبيرة على السوشيال ميديا وخلت ناس كتيرة ما تنصحش انك تشتري الموبايل دوت. واول حاجة لازم تعرفها قبل ما نتعمق في العيوب بتاعت الموبايل دوت، وهي السعر بتاع الموبايل. فالسعر بتاع الموبايل دوت هو 7500، بتتراوح كده بين 7500 ل 8000 جنيه. طب انا ليه دلوقتي بقول لك السعر؟ عشان لما اجي بقى اقول في العيوب وكده واقول لك العيوب الموجودة في الجهاز تعرف ليه انا قلت على العيوب ديت انها عيوب. واول عيب بقى موجود في الجهاز دوت وهو الديزاين بتاع الجهاز. فلو بصينا على الديزاين بتاع الجهاز مش هنقول بقى الشكل بتاعه ازاي لان دي كلها اذواق، ولكن نتكلم عن الماتيريال اللي جاي بيها الديزاين بتاع الجهاز. فالجهاز ده جاي ماتيريال من نوع بولي كربونيت او البلاستيك. فانا طبعا كاحمد مستحيل اروح اشتري موبايل ب 7500 الى 8000 جنيه انه يكون جاي بالبولي كربونيت. لا، مثلا اشتري حاجه في الفئه ديت تكون بقى حاجه التصميم بتاعها جامد، الماتيريال بتاعتها نظيفه، حاجه راقيه كده، يكون مثلا تصميم على الاقل زجاجه. لكن مستحيل اروح اشتري حاجه ب 7500 يكون التصميم بتاعها بلاستيك. تاني عيب برضو موجود في التصميم دوت او الديزاين بتاع الموبايل، وهو بروز الكاميرات الهائل اللي موجود في الموبايل. يعني لو بصينا على الاوبو رينو 2 اللي هو كان نازل السنه اللي فاتت او الاخ للموبايل دوت، هتلاقي كان البروز معدوم فيه نهائي، ولكن بقى الموبايل دوت البروز فيه عالي وكبير قوي. يعني حتى لو انت جبت كفر خلاف الكفر اللي جاي مع الموبايل هتلاقي ان البروز بتاع الكاميرا معدي الكفر اللي انت جايبه. وتاني عيب بيخليك ما تشتريش الموبايل دوت وهو الاداء بتاع الموبايل. فالموبايل ده جاي بمعالج من نوع هيليو بي 95، يمكن الاداء ده يكون مقبول في فئته اللي هي 7500 ل 8000 جنيه. كمان ان الاداء بتاع الموبايل هيشغل لك فورتنايت وهيشغل لك بابجي، ولكن بقى لو جيت تشغلها على اعلى حاجات، يعني مثلا جيت تشغل بابجي او جيت تشغل فورتنايت على اعلى جرافيكس، فهتلاقي على طول ان الموبايل بقى بيبدا يوقع فريمات كده. يعني مثلا كل 5 ثواني هتلاقي فريم وقع وانت بتلعب اللعبه. على عكس مثلا انت ممكن تشتري موبايل ب 5000 جنيه، هيديك اداء افضل بالموبايل بتاع اوبو اللي هو الاوبو رينو 3 برو اللي نزل ب 7500. في النهايه بقى، هل انت ممكن تشتري موبايل التصميم بتاعه سيء والاداء بتاعه مقبول في فئه ال 7500 ل 8000 جنيه؟ الصراحه انا كاحمد مستحيل اشتري موبايل دوت، ولكن بقى انت لو ليك وجهة نظر تانية فممكن تكتبها لي في الكومنتات عادي، وانا ارد ويمكن نتناقش مع بعض وكل واحد يوصل للرأي بتاعه في الاخر. وبس كده يا شباب، وصلنا الفيديو. اتمنى لو الفيديو عجبكم تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وبس كده، يلا مع السلامة.